حكاية أخرى، امبارح كنت بكلم حضراتكم عن البوليفار، كان في حفلة فيها تامر حسني ونانسي عجرم، كانت مبهرة إبهار غير طبيعي. الحفلات معمولة على مسارح فيها قدرات مسرحية زي ما حضراتكم شايفين كده، ده أظن ده الظهور كان بتاع نانسي عجرم. خلينا نشوف كده، نسمع حتة مزيكا ونشوف شكل المسرح وهي طالعة. طبعا كل الحاجات دي يعني قدرنا ان احنا نجيبها كده فيديوهات، ولكن نشوف الحفلات عاملة ازاي، مبهرة جدا. نتفرج. موسم الرياض نار نار زي ما حضراتكم شايفين. حفلة تامر حسني ونانسي عجرم كانت فل. البوليفار ده يا جماعة اللي هي المنطقة اللي فيها المطاعم والاحتفالات وعلى آخره، في أقل من 24 ساعة أكتر من 1.5 مليون بني آدم زاروه. يعني كمية البشر اللي بتزور هذا المكان أهو شكله بالنهار. يمكن إحنا كنا كل المشاهد اللي كنا بنشوفها في الكرنفال اللي كان معمول الرهيب الفظيع دي، الوينترلاند اللي منقولة من لندن، دي كل المعارض وكل الفعاليات اللي هتبقى موجودة في هذا المكان. زي ما حضراتكم شايفين الوينترلاند دي، زي ما بقول لحضراتكم دي كانت موجودة في الهايد بارك، تم نقلها كلها في أكبر نافورة موجودة في الشرق الأوسط. كل اللي حضراتكم شايفينه ده 70% بس من الحاجة. يوم الثلاث هتشوفوا كل الأشياء ديت هتكون شغالة، يسعد بها أهل المملكة العربية السعودية، ويسعد بها أيضا كل الزائرين اللي جايين من بره. زي ما بقول لحضراتكم 70 ده بس 70% من حجم الأشياء. شايفين الإقبال كبير، والنهاردة جه وقت زي ما شايفين كده، الناس النهاردة داخلة مش عارفة تخش، لأنه طبعا في إقبال كبير جدا على المكان، رغم أن المكان ضخم ضخامة غير طبيعية، نجاح غير طبيعي لهذا الموسم. بقول لحضراتكم البوليفار ده في اكبر واشهر مطاعم، في هتشوفوا بعد شويه اهو ادي المطاعم اهي زي ما انتم شايفين، حاجه مذهله. ده صور ليه في الصباح، يمكن لسه ما حدش كان شاف كل الاماكن ديت في النور، يعني كلها كنا بنشوف ليالي عدن والليالي المصريه، الليالي المحروسه والليالي السعوديه. المواطنين على طول في اقبال
طول اليوم في موسم الرياض. ده مسرح المطرب العظيم أبو بكر سالم، خلينا نتفرج عليه بالمزيكا. مسرح معمول جميل جدا، مفهوم جديد للمسارح. نشوف. سعيد جدا ان ناس كتير وهي بتتفرج على الحاجات دي في مصر عايزين نروح الرياض، عايزين نحضر الفعاليات، عايزين نشوف الحفلات. على فكره في مسرح ابو بكر سالم، في مسرح فنان العرب العظيم محمد عبده، في ليالي المحروسه هيبقى فيها كميه مطربين مصريين محبوبين، اللي هو بقى الغنى الشعبي والحاجات دي، كل ده هيبقى. وهذه الليالي بتعمل 24 ساعه، يعني انت ممكن ليالي المصريه او ليالي اليمنيه او ليالي السعوديه، كل ده بيشتغل من الساعة 10 بالليل لتاني يوم الصبح. فكمية احتفالات على مدى شهرين كبيرة جدا، زي ما بقول لحضراتكم في أقل من 24 ساعة أو في 24 ساعة وأكتر، 1.5 مليون بني آدم بيزور هذه الفعاليات يوم الثلاث. ده كل اللي احنا شايفينه، ده 70% بس من الإنشاءات. يوم الثلاث هيكون كل شيء جاهز والناس تقدر أنها تستمتع بهذا المكان الجميل. بصراحة تركي آل شيخ عامل إنجاز عظيم، وطبعا زي ما بقول لحضراتكم ده تغيير. الدنيا بتتغير في المملكة العربية السعودية، شكل الناس، شكل الاحتفالات، شكل المطاعم، شكل كل شيء بيتغير. فطبعا زي ما بقول لحضراتكم كل يوم هنتابع مع بعض أخبار موسم الرياض.